السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. وصلنا إلى الدرس الخامس، تقريب الأعداد إلى أقرب ألف، رياضيات الصف الرابع ابتدائي. هنا عندنا التقريب إلى أقرب ألف. عندنا بصف الثاني قربنا إلى أقرب عشرة، وبصف الثالث قربنا إلى أقرب عشرة ولا أقرب مئة. هنا بنفس الأسلوب راح نقرب إلى أقرب ألف. هسه نعرف هنا عندنا الأمثلة. التقريب إلى أقرب ألف هنا عندنا بطريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة استعمال مستقيم الأعداد، يعني هنا مثلا نعطينا المثال: يبلغ ارتفاع جبل هيلكرد وهو أعلى جبال العراق، إيش قد ارتفاعه؟ 3611 مترا. يقول المرشد السياحي إن ارتفاع الجبل يبلغ تقريبا 4000 مترا، هل قول المرشد منطقي؟ يعني هنا أنطانا الارتفاع يعني تقريبا. هنا إذا أريد أن نقرب العدد 3611 على خط مستقيم الأعداد، شلون؟ هنا عندنا نرسم خط مستقيم الأعداد، هذا نرسم هذا الخط مستقيم الأعداد. عندنا هنا شنو منطيني؟ منطيني 3000، بس لحظة الصورة. هنا عندي العدد 3611، أنا أريد أقرب إلى أقرب ألف، يعني أبوه على مرتبة 3000. هي من عندها راح أبدي أخطط المستقيم، يعني هنا 3000، هنا أكتب 3000، 3000، زين 3000 هنا عندي. شو أسوي؟ أزيد هنا الوحدات، أخطط 100 100 إلى أن أوصل إلى 4000، يعني هاي المية الأولى، مية الثانية، مية الثالثة، مية الرابعة، مية الخامسة، مية السادسة، مية السابعة، مية الثامنة، مية التاسعة، إلى أن أوصل إلى 4000. هذه هنا زيدت 100 100، لأن من 3000 ل4000 أزود هنا 10 100. زين هسه الصورة شبيهة، يلا هسه عندنا هنا 3000، ايش قد هنا العدد المنطيني؟ 3611، يعني 600. وين 600؟ هاي قلنا 100 200 300 400 500 600، هاي 600 وهاي تقريب ال 11، يعني هنا عندي العدد 3611. زين هسه 3611 اقرب لمن؟ اقرب لل 4000 لو الاقرب لل 3000. هسه صارت 3611 اقرب الى ال 4000، يعني هنا عندنا العدد 3611 هو أقرب إلى، من القربة إلى أقرب ألف، هو أقرب إلى 4000، لأن هنا عندنا صار قريب على 4000. هذه طريقة مستقيم الأعداد. يعني هنا المرشد السياحي من قرب 3611 من قربة إلى 4000، هذا يعني تقريب صحيح، تقريب منطقي. زين هنا عندنا إحنا 3611 أريد أقربه إلى أقرب ألف باستعمال المراتب، يعني هنا من أريد أقرب إلى أقرب عشرة أقرب مرتبة العشرات، من أريد أقرب إلى أقرب مئة أقرب مرتبة المئات. هنا عندي تقريب إلى أقرب ألف، لمن أباو؟ أباو على مرتبة الألوف. أقرب ألف أشوف مرتبة الألوف 3 هي اللي راح أقربها. زين قبلها، قبل الألوف 6. ستة احنا تعرفنا على الأعداد البخيلة والأعداد الكريمة. الأعداد البخيلة التي لا تعطي هي الواحد والثنين والثلاثة والأربعة، والأعداد الكريمة التي تعطي هي الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. هذا شرحنا فيديوهات سابقة. هنا عندنا الستة، الستة من الأعداد الكريمة التي تعطي واحد إلى ثلاثة، ثلاثة يصير أربعة، وطبعا أصفر هذين المراتب، يعني هنا لاحظ صفر والعشرات صفر والمئات صفر، وهنا عندنا ثلاثة انطتها واحد الستة صارت أربعة، يعني هنا 4000. هذه هنا باستعمال الخط المستقيم، وهنا باستعمال المراتب. هنا عندي نقطة ثانية: عدد خريجي جامعة بغداد لأحدى السنوات 18234 خريجا، اكتب العدد مقربا إلى أقرب ألف. هنا عندنا الطريقة الأولى، الطريقة التقريب باستعمال مستقيم الأعداد. هنا شو مسوي؟ مسوي خط المستقيم الأعداد. بادي منين؟ بادي إحنا قلنا نبدي منين؟ من مرتبة الألوف. إيش قد هنا عندي مرتبة الألوف؟ 18. هنا بادي 18، بعدين هنا قلنا نزود 100 100 على ما نوصل إلى 19000، لأن أنا هنا جاي أقرب إلى أقرب ألف.
زين هنا عندي 18000 و19000. هنا عندي العدد ايش قد؟ 18234. يعني هنا هاي 100 قلنا وهاي 100 الثانيه وهاي 34، يعني هنا العدد صار 18234. اقرب لمن هذا العدد؟ اقرب الى 18 لو الاقرب الى 19000. طبعا اقرب الى 18000، يعني العدد 18234 هو اقرب الى 18000. زين هذا بخط مستقيم الاعداد. اذاب المراتب، اذاب المراتب هنا عندي مرتبه الالوف هنا عندي 8 قبلها 2، قلنا 2 من الاعداد البخيله التي لا تعطي، ما تنطي 1 الى الثمانية، فالثمانية تبقى كما هي. اصفر المراتب هنا 0 0 0، هاي الثمانية تنزل بقت كما هي لان الثنين ما انطتها والواحد ينزل، يعني 18000. يعني طلع هنا باستعمال المراتب وهنا باستعمال مستقيم الاعداد. هنا عندنا النقطة الثالثة، حوط الإجابة الصحيحة. هذه عندنا هنا كلها أمثلة. هنا عندنا المثال 13559، إذا أقرب إلى أقرب ألف. هنا أباوع على مرتبة الألوف اللي هي 3، هنا عندي 3 هي مرتبة الألوف، قبلها 5، 5 تنطي لو ما تنطي، 5 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطي 1 إلى 3، 3 يصير 4، هنا عندنا 3 يصير 4، وهذني الصفارة المراتب أصفرهن وهذا الواحد ينزل، يعني صارت 14000. هذا عندنا التقريب الصحيح اللي هو 14000. هنا كذلك عندنا هنا العدد 627288، مرتبة الألوف هنا شقد عندي؟ 7، 7 هي مرتبة الألوف، قبلها 2، 2 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، ما تعطي 1 للسبعة، فالسبعة يبقى كما هي. هنا عندنا صفر الآحاد والعشرات والمئات والألوف تبقى 7، وهنا الثنين ننزلها والستة ننزلها، صار التقريب هو 627000. هنا عندي 627000 هو الإجابة الصحيحة. وهكذا هذه كلها أمثلة عن التقريب. هنا نحل فقرة أتأكد. استعمل مستقيم الأعداد لأقرب الأعداد لأقرب ألف. هنا عندي العدد 6921، أقرب إلى أقرب ألف باستعمال مستقيم الأعداد. هنا أنا أرسم مستقيم الأعداد، أرسم مستقيم الأعداد. هنا قلنا منين نبدأ مستقيم الأعداد؟ نبدأ بالألوف، هنا عندي الألوف 6000، هنا عندي 6000، بعدين أزود هنا 100 100 حتى ما أوصل إلى من 6000 إلى 7000. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هنا عدي اللي هو راح يكون 7000. هسه منين نبدأ؟ قلنا مستقيم الأعداد نبدي من مرتبة الألوف، وهنا عدي الألوف 6000 ل7000. زين هسه احنا عدنا شقد؟ 6900، هنا عدي 6100، 6200، 6300، 6400، 6500، 6600، 700، 800. عندنا هنا 6900، يعني هنا العدد 6921، يعني هنا تقريبا. هنا عندنا هذا العدد أقرب إلى من؟ أقرب إلى 6000 لو أقرب إلى 7000؟ طبعا أقرب إلى 7000، يعني هنا 6921 من أقرب إلى أقرب ألف راح يكون أقرب إلى 7000. هذا هو تقريب الأعداد على خط مستقيم الأعداد. زين الطريقة الثانية، لا هنا ما يريد الطريقة الثانية، يريد بس مستقيم الأعداد. العدد الثاني هو هنا عدة 624503. زين هنا نقربه إلى أقرب ألف مستقيم الأعداد. هنا نرسم خط مستقيم الأعداد. هنا وين عندنا مرتبة الألوف؟ مرتبة الألوف هنا عندنا 4، يعني 4000، نبدي من 4000. زين هنا هذن الأعداد اللي ورا الألوف ننزلهن، هنا عندنا 62، احنا اللي يهمنا 4000. زين هنا نزيد 100 200 300 400 500 600 700 800 900، هنا عندي 4000 أزيدها ألف تصير 5000،
هنا زيدت ألف، عشر ميات، زين هنا 5000. هسه هذا العدد اللي هو 624503 أقرب إلى من؟ أقرب إلى 4000 لو أقرب إلى 5000. هنا يعني نحسب هنا 624100 و200 و300 و400 و500، يعني هنا هذا العدد راح يكون هنا عندنا 624503. زين هذا العدد صار أقرب إلى 5000 لو أقرب إلى 4000. طبعا هنا العدد صار أقرب إلى 5000، يعني على خط مستقيم الأعداد هنا أقرب من أقرب إلى أقرب ألف، هنا 5000. زين هنا هذا ثانية، هنا استعمل مستقيم الأعداد لأقرب الأعداد لأقرب ألف، هنا نريد بس مستقيم الأعداد. استعمل طريقة المراتب للتقريب لأقرب ألف، هنا نريد المراتب، يعني نقرب بالمراتب مو مستقيم الأعداد. هنا عندنا العدد 60623، احنا على يمين نباو، نباو على مرتبة الألوف، لأن أنا راح أقرب إلى أقرب ألف. زين هنا عندي مرتبة الألوف إيش قد؟ صفر، هذه مرتبة الألوف صفر، قبلها ستة، ستة هي من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطي واحد إلى الصفر، الواحد شو يصير؟ العفو، تنطي واحد للصفر، الصفر يصير واحد، هنا الصفر، إذا أنطينا واحد صار واحد، يعني هنا عندي هذه الآحاد نصفرها والعشرات والمئات نصفرها، يعني هنا صارت ألف وهذه ستة ننزلها، يعني 61000، 61000، يعني هنا 60623 من أقربها إلى أقرب ألف راح تصير 61000. النقطة الرابعة هنا نعد العدد 45980، عندنا هنا مرتبة الألوف منه؟ مرتبة الألوف هنا 5، زين قبلها 9، 9 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطو واحد إلى الخمسة، الخمسة شو تصير؟ الخمسة تصير ستة، وهذني المراتب اللي قبلها راح أصفرها، يعني راح تصير 46000، 46000. النقطة الخامسة هنا نعد العدد 513728، من أريد أقرب إلى أقرب ألف، هنا قلنا نباوع على مرتبة الألوف اللي هي هنا عندنا ثلاثة، ثلاثة عندنا، سبعة من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطو واحد إلى الثلاثة، ثلاثة يصير أربعة، وصفر هذين الأعداد راح يصير العدد 514000، من أقربها إلى أقرب ألف راح يصير 514000. النقطة السادسة هنا عندي العدد 724308، هنا عندي مرتبة الألوف هي أربعة، أربعة قبلها ثلاثة، ثلاثة من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فما تنطو واحد للأربعة، الأربعة تبقى كما هي، هنا أصفر الآحاد والعشرات والمئات، وهنا الأربعة أنزلها والثنين أنزلها والسبعة، يعني هنا راح يكون العدد 724 تقريبا، قربناها إلى أقرب ألف. النقطة السابعة العدد هنا 90، هنا وين عندي مرتبة الألوف؟ مرتبة الألوف أربعة، زين هنا قبلها، قبلها صفر، هنا الصفر ما ينطي، فالأربعة تبقى كما هي، بس أصفر الآحاد والعشرات والمئات، والأربعة أنزلها وثلاثة أنزلها والثنين والثمانية، يعني هنا يصير العدد 8,234,000، هنا قربناها إلى أقرب ألف. سأمسح هذا العدد. النقطة الثامنة هنا نعد العدد 1,564,854، أنا أريد أقرب إلى أقرب ألف، قلنا نباوع على مرتبة الألوف اللي هي أربعة، قبلها ثمانية، ثمانية من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطو واحد إلى الأربعة، الأربعة تصير خمسة، وهنا أصفر الأحد والعشرات والمئات وهذا العدد أنزله،